صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد هناك أشخاص بلغ بهم العمر عتية ولم يصلوا، فماذا يقول سماحتكم لهم؟ أن يتوبوا إلى الله قبل أن يموتوا، يبادروا بالتوبة ليختم لهم بالتوبة ويلقوا الله عز وجل تائبين محافظين على الصلاة، ومن تاب تاب الله عليه ولو كثرت ذنوبه. التوبة تجب ما قبلها، وباب التوبة مفتوح ولله الحمد، ولا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم.